يا هلا وسهلا ومرحب فيكم جميع. وصفتي اليوم تناسب الدايتيين ومرضى السكر والمكممين، كوكيز بطريقة صحية. عندي هنا كوب إلى كوبين شوفان حسب الكمية اللي تبغى تسويها، تقريبا فنجال حليب أو نصف فنجال، برضو يعتمد على الكمية اللي حتعمليها. هنا عندي نصف تقريبا فنجال شاي زيت زيتون. الشوفان الأفضل تطحنه يا جماعة. عندي هنا رشة فانيليا وذرة ملح، يعني رشة لا تذكر، انتبهي عشان ما تطلع يعني ملوحة مرة زايدة، بس اللهم توازن لك توازن لك الطعم. هنا حاطة سكر أسمر اللي حاب يستغني عنه، ولكن يعطي الكوكيز طعم كذا مرة مميز. سكر أسمر تقريبا ملعقتين، وحطيت ظرف ستيفيا عشان يتوازن الحالة، ما حبيت كله يكون سكر أسمر. واستخدمت الشوكليت زيرو أو صفر سكر، راح استخدمها، كسرتها كذا قطع عشان تطلع واضحة. في هنا حسيت الشوفان قليل، زودت كمان شوية خشن. الأفضل إنك تحطي مثلا كوب ناعم وكوب أو ربع كوب خشن عشان يتوازنوا. قلبتهم، يفترض إنه العجينة تكون متماسكة، ما تكون زي الكيك أبدا، وزي كذا تكوريها بس لا تفلطحي.